معنا في النقاش من موسكو السفير أندري باكلانوف، نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس. السفير باكلانوف، سمعت ضيفنا ألكسندر مورر يقول بأن روسيا لن ترد على هذا القرار الألماني والأمريكي بتزويد القوات الأوكرانية بدبابات ليبرد وأبرامز، ما رأيك؟ الألمانيون يحاولون أن يختبرون صبرنا، ولكن الصبر الروسي له نهاية، وسوف نعلمهم الدرس كما علمناهم سابقا عندما استخدموا الدبابات الألمانية لقتل الروس. إن الدولة الألمانية دولة مجرمة، قتلت 27 مليون مواطن روسي، ولن نسمح لهم بقتل الروسيين بعد هذا. كنا نعتقد أن الدرس التاريخي الذي قدمناه لهم عندما انتصرنا على الفاشية وأنقذنا أوروبا، كنا نعتقد أن هذا الدرس سيكون كافي، والظاهر أن هذا ليس كذلك. لذلك سوف نضطر أن نقوم بتعليمهم درسا جديدا، ولكن هذا سيكون الدرس الأخير. وإذا بدأت الحرب النووية، فإن ألمانيا التي تهدد الدولة الروسية تهديدا قاتلا سوف تختفي عن الوجود، ولن نرحم من يقتل الروس، ولن يكون لديهم أي أمل. سوف نستخدم كل القوة الموجودة لدينا. نحن أكبر دولة نووية في العالم، وسوف نقف للدفاع عن أنفسنا، ولن نرحم من يقتل الشعب الروسي. سوف نعلمهم درسا جديدا. هل سيغير هذا القرار الألماني الأمريكي من استراتيجية روسيا في حربها على الأراضي الأوكرانية؟ يعني هل ستعجل ربما روسيا بحسم المسألة قبيل وصول الدبابات إلى القوات الأوكرانية مثلا؟ سنقوم بالعمليات وسنستمر بها في أوكرانيا، معتمدين على الخطة الموجودة لدينا. ما قلته أنا هذا موجه ليس لأوكرانيا، هذا موجه لدول الناتو وخاصة ألمانيا. ونحن متأكدين تماما أنه لو بدأت حرب حقيقية في أوروبا، لن تستطيع أمريكا أن تنقذ ألمانيا حتى لا تحصل ألمانيا على رد نووي من الدول المجاورة. لذلك الناتو هي منظمة وحلف ليس حقيقي، وسوف يتحطم في وجه التحديات الحقيقية. أنا لا أتحدث هنا كدبلوماسي، بل أتكلم كحفيد لبطل من أبطال روسيا الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية. إذا اضطررنا سوف نكرر هذا الدرب من جديد، ولا ننصح ألمانيا أن يمزحوا من جديد مع روسيا. قوموا بكل الإجراءات حتى لا تقوم دباباتكم بقتل الشعب الروسي، وإلا سوف تتضرر دولتكم بشدة. الغباء الأوروبي إنهم لا يستطيعون أن يفهموا أن الأمريكيين يقومون باستفعال حرب، يقومون بتقديم الأسلحة مقابل المال للأراضي الأوروبية. إنهم يريدون أن يتواجدوا في مناطق بعيدة تماما عن الحرب. هذا ما حدث في الحرب العالمية الثانية. إن المنطق الألماني والأوروبي هو شيء سخيف ومغفل. أنا أندهش كيف يقوم أشخاص ناضجون بأفعال لا يدركون خطورتها. إنها خطر، وهذه تهديدات تهدد الأراضي الأوروبية. أعتقد أن السياسيون الأوروبيين هم أطفال، ومستواهم التعليمي لا يتناسب مع مستوى الدول التي يقودها. نحن نقف ضد الموقف الأوروبي، ونعتقد أن هذه سياسة خطرة للدول الأوروبية ذاتها.